ينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. يعني الذهب يرتفع إلى مستويات هي الأعلى منذ سبتمبر 2012، ولكن في الوقت نفسه يعني نشهد بعض شهية المخاطرة في بعض الأسواق. إلى متى سيستمر هذا الارتفاع في الذهب، وهل هو مبرر في هذه الفترة؟ يعني الذهب بارتفاعاته التي حدثت واقتراب الأعلى مستويات في 7 أعوام تقريبا، أو أعلى مستوى في 7 أعوام، هي إشارة ضمنية إلى أن هناك خوف وقلق وعدم الرغبة بالدخول في مخاطرة بشكل كبير. وهذا 1. 2، اتجاه نحو خزانات القيمة والملاذ الآمن وهو الذهب. 3، هناك ضعف واضح في الطلب على الدولار الأمريكي وانخفاض في القوة الشرائية للدولار الأمريكي، وذلك بنتيجة السياسات التيسيرية الضخمة التي يتم اتباعها من قبل صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عدم جاذبية الدولار الأمريكي بنتيجة أداء السندات ووجود الفرصة البديلة أو توجه نحو عوائد، خلينا نقول الأصول ذات العائد المرتفع، وأخذ الفرص المغامرة أو المخاطرة في أسواق الأسهم، عوضا عن أنه الاتجاه الإبقاء على سيولة كسيولة أو كدولار أمريكي. بالتالي هناك انخفاض حقيقي في الطلب الفعلي على الدولار الأمريكي، انخفاض في القدرة الشرائية للدولار الأمريكي. في نفس الوقت عندنا يعني القلق من موجة ثانية من فيروس كورونا وتأثيرات سلبية أكبر، بالتالي ذلك مهد الطريق لمستويات 1774 دولار للأونصة التي شهدها الذهب، ولا يزال يعني سيضغط أكثر نحو مستويات 1800. ولكن ما نخشاه أن الذهب كلما يرتفع بهذا الشكل تزداد فرص عمليات جني الأرباح والعمليات المضاربية والخروج من الموجة القوية التي حدثت مؤخرا على أسعار الذهب، وعودة وتصحيح، لكن هذا التصحيح من المتوقع أن يبقى مستقرا فوق مستويات 1740 إلى 1730 دولار للأونصة، ولا تزال الموجة العامة صاعدة على أسعار الذهب. نعم، يعني كما ذكرت رائد فيما يتعلق بهذه التراجعات بالنسبة لمؤشر الدولار، هذا كيف سيكون انعكاساته على بقية السلع؟ يعني هل نشهد تطور أكثر أيضا لارتفاعات ربما في بعض السلع نتيجة لوضع الدولار؟ وهذا يعني كم من المحتمل أن يستمر هذا التراجع؟ تماما، انه كما ذكرنا عندنا السياسه التيسيريه، اسعار الفائده المنخفضه، السندات غير مغريه باخر شهرين، لا يوجد طلب حقيقي على الدولار الامريكي، ذلك يضغط اكثر على القوه الشرائيه والقدره الشرائيه للدولار الامريكي، وبالتالي ذلك يعطي فرصه للسلع المقيمه بالدولار الامريكي. اين نتحدث عن الذهب، عن النفط، وعن باقي السلع الاساسيه التي تلقى رواجا في هذه الفتره وارتفاع في أسعارها بنتيجة ضعف الدولار الأمريكي المؤقت، والذي يولد فرصة الارتفاع على المواد أو السلع التي تحتفظ بالقيمة أو السلع الدولارية إن صح التعبير. فعلى سبيل المثال ممكن نشوف النفط معرض إلى مزيد من الارتفاعات على الرغم من الأداء السلبي يعني البيانات المرتبطة به، سواء كان بارتفاع مخزونات النفط أو كان لدينا ضغط على الطلب المتراجع والضعيف بنتيجة المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر والطيران بمعظم دول العالم. ذلك يعني أمور سلبية، ولكن النفط مقيم بالدولار الأمريكي. نعم، يعني رائد، هل تتوقع أن هذه التراجعات التي حصلت يوم أمس وتحصل نوعا ما اليوم على أسعار النفط ستستمر إذا ما استمرت هذه الضغوط، ولا هذه تراجعات مؤقتة؟ يعني إلى درجة كبيرة هي الضغوط كبيرة على أسعار النفط، سواء كان فيما يتعلق بوفرة المعروض والضغط على وضغط من الطلب وتراجع الطلب، ولكن مع قوة الدولار الأمريكي كما ذكر، عفوا ضعف الدولار الأمريكي، من المتوقع أن يحافظ سعر النفط على مستوياته الحالية ويعود إلى موجة ارتفاع أو إلى لهجة الارتفاعات قريبا من 39 فوق مستويات 40 دولار للبرميل. رائد، سؤال أخير
عفوا رائد، سؤال اخير، يعني يوم امس يعني او في الجلسات السابقه نشهد نوع من رالي مستمر على الاقل على الناسداك في الولايات المتحده في وول ستريت، ولكن هذا يعني يطرح سؤال انه هل شهيه المخاطره تاتي في وقت يعني مع ارتفاعات الذهب متزامنه معها في هذه الفتره، يعني هذه فتره استثنائيه؟ صحيح الرالي أو الثقة في أسواق الأسهم لأنه لا يوجد عندنا فرص بديلة أخرى، الفرص البديلة الخالية من المخاطرة المتمثلة بأسعار الفائدة هي عند أدنى مستوياتها حول العالم وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت عندنا هذه الفرصة الخالية من المخاطرة المرتبطة أيضا بأسواق السندات غير مغرية، بالتالي هناك اتجاه ضمني نحو الأصول ذات العائد المرتفع والتي تحقق الفرصة بنتيجة أنها كانت عند مستويات منخفضة بشكل كبير جدا وتحاول العودة والارتفاع. أشكرك رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا لوجودك معنا.